الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجهاز ده يا جماعة جابوه له أصحابه وقالوا لي ده قاطع خالص، وفعلا قاطع خالص. قالوا لي إحنا بنتفرج النور تقريبا عالي، وضرب الجهاز ده وضرب التلفزيون وضرب الراوتر كمان. فإحنا كده من النظرة العامة كده ده عايز يتنظف، لأنه بقاله 100 سنة ما اتفتحش. وهنا يا جماعة أنا لاحظت حاجة، هنا المكثف اهو ده ضارب بتاع تنعيم الجهد الرئيسي، ولقيت كمان الفيوز ذات نفسه ضارب اهو، الفيوز الاسود ده زي ما احنا شايفين اهو ضارب. طبعا احنا هنشيل المكثف ده ونغيره، ونغير المكثف ونحاول نشوف فيه شورت ولا حاجه هنا الاول، ونوصل ونعمل الفيوز ونشوف النتيجة ونقيس الفولت بعد كده، ونشوف ايه هيعمل معانا ايه الجهاز ده. هو زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، وانا بقيس لقيت طبعا انا غيرت المكثف اللي هو بتاع اللي هو الكبير دوت بتاع دار التنعيم، ولقيت اتنين ديود او سيليكون بايظين فيهم شورت. بكمل قياس، طبعا الفيوز ضارب مش ضارب هيضرب لوحده كده، يعني الفيوز هيكون سببه في حمل زايد في شورت. فطبعا بقيس الاي سي دي لقيت عليها شورت جامد جدا بالرجلين، فكده عرفنا ان القفله كلها سببها الاي سي دي. هنغير الاي سي دوت وان شاء الله هيشتغل، بس انا مش هغير الاي سي، انا هجيب له دايره باور جديده عشان ما يكونش في اي مشاكل، ونركبها له اللي هي الدايرة الوسط، دايرة ريسيفر وسط صيني ان شاء الله نركبها له. هو اصلا جهاز ما يستاهلش اصلا تصليح، ونشوف العملية دي بإذن الله. البوردة دي الأصلية بتاعته كانت بايظة، غيرتها لأن فيها مكونات كتيرة بايظة زي ما احنا شايفين كده اهو. وصلنا كل سلك بالفولت بتاعه زي ما احنا شايفين، حاجة زي اللي راكبة كده اهي يا جماعة، كل حاجة عليها الفولت بتاعها 3.3 الارضي اهو كده، الارضي 12 فولت 24 فولت، هي ليها كده 3 4 اطراف، واحد منهم ارضي. وصلناهم كل فولت وفولت من هنا، مش جاك الاحمر ده، وصلناه بالجديد ده على الفولت الخاص بيه زي ما احنا شايفين على البورد اهو يا جماعة، اهو الفولتيات مكتوب عليها. احنا يا دوب هنلحم السلك ده لكل فولت بتاعه. طبعا هنا السلك الباور مختلف، يعني البورد الرئيسية فيها اتنين جاك اهو زي ما احنا شايفين، واحد كهرباء وواحد بتاع الزرار. طبعا البورد اللي هي الجديدة اللي ركبناها بجاك واحد، طبعا وصلنا الجاك الرئيسي بتاع الكهرباء، ثم قصينا وصلناه بطرفين بتوع المفتاح. الحمد لله كده اشتغل وبقى 100 100 100. والصورة بتاعته يا جماعة اهي 100 100 اهو. طبعا انا قطع الصوت، فاصل الصوت، بس الحمد لله اشتغلت. وارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة. ما ينفعش فيه طبعا البوردة القديمة يا جماعة زي ما احنا شايفين في حاجات كتيرة بايظة، الموحدات دي كلها الاربعة دول لازم يتغيروا. طبعا اتنين بايظين فيهم شورت، فلازم ما نيجي نغيرهم كلهم مع بعض، ويكون لان لو جبنا اتنين يعني مختلفين في الفولتية في الواط او في الامبير، طبعا هيحملوا على اتنين فهيبوظوا. وركبنا مكثف جديد مطرح اللي ضارب ده وبرده ما اشتغلش، وكان الفيوز ضارب طبعا حتما، بدل الفيوز ضارب محمل على حاجة وضارب ضربة وحشة يعني. فطبعا طلعت الاي سي دي اللي هي الاربعة رجل، 8 رجل، 4 من هنا واربعة من هنا، هي اللي فيها الشورت. فكل المجموع الحاجات دي كلها يعني البورد ارخص منه، وخصوصا الاي سي الله اعلم هنلاقيها ولا لا. والناس بقى قبل رمضان مستعجلة وعايزة تعمل حاجتها بسرعة، فطبعا انا لجأت للعملية دي اللي هو تغيير البوردة بوردة عندي. حتى خدتها من جهاز كان عندي، جهاز خاص بيا يعني، لان شايفين برضو متربة. ان شاء الله ننظف البوردة دي برضو ونقفله ونديه لزبونه.
وشكراً.